حياكم الله متابعينا الغالين، احنا اليوم متواجدين في سوق الوفا في شقصان جنوب الطائف، اليوم الثلاثاء 29/8/1444، وباذن الله راح ننقلكم اسعار الحراج لهذا اليوم. مرحبا فيكم. 870 يا جماعه خاف الله يا ولد، الله يبارك لك على الصيف. راح تنزعل 800 راح تربع عندك زود ولا بيع عاد 310 خلاص يا ابوي. من دي درجه ولا 20 احمر فيها 20 مره تهنى بالك راح تربع. 1060 يربح يا وكيله سال ايش اربع هذا 1060 احد اللي شاف اهل نظر مره يربح سهل يربح راح تربح عايش 30 800 مره يستاهل ابي اباري 30 800 احد اللي شاف اهل نظر عاد عندك زود 30 800 يا عادل على 40 800 مره يستاهل ابي اباري 40 800 احد اللي شاف اهل نظر مره يستاهل وكلا أربعة عشرة مرة أعتهني غير كحاش ما قدر أهم مرة يربح زبونك 1390 عندكم زاد يا حاضرين أعتهني بارك حاش رحت أربعة 1490 سجلت ولا أمشي مرة أعطيه رحت أربعة يا ولد سجل 1490 1030 وارد على الشنو يا ابوي مرة اعطيها نبارك حوش ها قدرها مرة يربح زبونك علم عمك اخلص راح تربح راح تربح يا احمد 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 يا 40 رحت اربح يا متعب مره رحت اربح يا ابوي سجل اكلاتك يا رب مره اعطيني رحت اربح يا جهلي يا عبد الله يا ما ينبع رحت اربح حسان
950 اقفل 950 مره يستاهل ابي اباري 950 سعود عندك زود مره قناته وين وكيلها يا رايها انزل علي 4950 احادل شوف احادل النظر مره ابي اباري يا ولد احمد يا ولد احمد يا رايد ها عندي سبع ما عندك عندك زود اللي بي تشتري بثمن مش ثمن ان شاء الله هاي اربع سجل يا كاتب سجل يا ولد محمد هذا نعطي الرضيع مسعود سيدتين محمد عندك زود سيدتين 900 كيف ولا بيع سيدتين 900 سيدتين 900 سبعين على الله سيدتين 900 سيدتين 900 سيدتين 900 سيدتين 900 سيدتين 900 سيدتين 900 مرة يستاهل أبي أبارك سيدتين 900 سيدتين 900 ربحية وكيلة بالنسبة للحراج السوق الوفا في شكسان التيوس بعد الفطور حراج التيوس بعد الفطور وحراج الطليان بعد التراويح والفطور في السوق.